مزيد من التحليل معي على الهاتف الأستاذ ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي. تحياتي أستاذ ناجي. أهلا وسهلا. يعني أنا عندي نقطتين مهمة في مسألة يعني تطوير النظام التعليمي، يعني ممكن أستقرهم مع حضرتك. مسألة أنه أربط الاحتياجات التنموية لكل جامعة وأربطها بالصناعة واحتياجات سوق العمل، بالتالي مسألة ما كانتش بتحصل قبل كده من يعني السادة الوزراء، ومسألة إعادة تدوير مباني المدارس دي برضو لشيء يعني يشغلوا المبنى بشكل مهم أو لشيء مهم، برضو دي مسألة يعني كانت بتحدث لكن مش بشكل دقيق زي الآن. تعليق حضرتك أستاذ ديجي. يعني بداية هو بيان وزير التعليم العالي هو بيان جاهز ومرتب ومنظم، لأنه وزير قديم وبالتالي اعتمد على الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي وقال كل ما كان تم الاتفاق عليه من قبل. يعني هو بيانه ليس جديدا ولكنه كان جاهزا به مع حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بعكس الدكتور محمد عبد اللطيف هو ليس هو وزيرا جديدا وبالتالي هو لم يقدم خطط تفصيلية. هو تحدث بشكل عام عن ما جاء في بند التعليم قبل الجامعة والتعليم الفني في بيان رئيس الحكومة أمام البرلمان، ولكنه قدم فكرة جديدة ولكنها لسه جديدة بالنسبة لي أنا شخصيا. أنا في حزب الجيل الديمقراطي قدمت وجهة نظر في الانتخابات الماضية، كان في برنامج الحزب الانتخابي اللي هي تدوير المدارس المصرية، بمعنى ان انا طالبت فيها بان تتحول المدرسه المصريه لمدرستين، مدرسه صباحيه من السابعه صباحا الى واحده ظهرا ومدرسه اخرى من الثانيه ظهرا الى الساعه 8 بالليل، ودي معناها ان ضعفت عدد المدارس وكل منهما بنظام اليوم الكامل اللي هو اعلى نظام عالمي. وبالتالي الفكره اللي انا برحب بالفكره اللي قالها الدكتور محمد عبد اللطيف انها فكره اكثر من ممتازه، هتخلينا ممكن نضاعف عدد الفصول وبذلك ومضاعفة عدد الفصول ممكن نقلل الكثافة فيها بدون أن نتكلف الموازنة العامة للدولة عبء تدبير أراضي وإبناء أبنية عليها، وكنا محتاجين أيضا عدد كبير من الفصول لكي نستطيع أن نواجه الكثافة الطلابية اللي هي موجودة في المدارس المصرية، وخصوصا في المدارس لا ذات الأحياء الكثيفة زي مدرسة القرى والنجوع والمدن والعشوائيات. النقطة الثانية ان الاستاذ محمد عبد اللطيف تحدث عن مشاكل حقيقية في الواقع المدرسي المصري، لان احنا عارفين ان المدرسة المصرية عبارة عن يعني عناصر العملية التعليمية عبارة عن معلم، هو تحدث عن فرض اعادة هيبته وده كلام صحيح، يعني انت عشان نستعيد دور المدرسة المصرية في تربية وعدد النشء ودي اساسا دور المدرسة الاساسي واكتشاف مواهبه وقدراته الخاصة لابد ان نستعيد هيبة المدرس اللي هي طبعا في عوامل كبيره ساعدت على غيابها، ومنها طبعا المسلسلات وخلافه. يعني ده هدف لو استطاع ان يحققه بهدف اكثر من رائع، لان المدرسه اساسا معلم، مثلا التعليم عن بعد لن يؤتي ثماره، لان اساسا التعليم هو علاقه بين المعلم وطالب، والطالب يتاثر بالمعلم، وهذه العلاقه المباشره هي اللي ممكن بتكتشف مواهب الطالب وده يعمل له شخصيه سويه يعني محب لبلده ومخلص للوطن. لذلك انا مع الوزير في هذا الهدف الكبير من سعيد هيبة المعلم. ثم انه ايضا تحدث الوزير عن العلاقه عن عمل مقارنه بين المدرسه المصريه والمدرسه الدوليه، ودي مقارنه ظالمه طبعا للمدرسه المصريه. هو قال لك ان المدرسه المصريه فيها ثانويه عامه مثلا 38 ماده، وهو المدرسه الدوليه فيها 16 ماده بس، وده طبعا احنا عندنا في مواد لابد ان المدرسه الوطنيه تعلمها للطالب، التربيه القوميه مثل التربيه الدينيه مثل اللغه العربيه، ودي مواد لا يمكن لاي مدرسه وطنيه في مصر او غير مصر انها ممكن ان هي تتجاهلها. وبالتالي انا عايز من الوسيله ان يتريث شويه مساله عقد مقارنات بين التعليم الدولي اللي هو اساسا خبير فيه صفته جاي منه، وبين المدرسه الحكوميه المصريه اللي هي بتمثل 99% من انواع من 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 جمله المدارس المصريه وبيتعلم فيها الملايين من الطلاب المصريين. ولكن ان نستعيد دور المدرسه المصريه كمكون لشخصيه الطالب، ونستعيد دورها اساسا الاشعاعي في نطاقها ومحيطها، ونستعيد المدرسه كحاضنه للطلاب وجاذبه لهم لا طريد لهم، ديت اهداف عظيمه جدا. الوزير وعد ان هو سوف يقدم خطته من اجلها قبل العام الدراسي. هي مده غير كافيه، ولكن اعتقد انه ممكن من خلال
التنظيم والإخلاص إن هو والاستعانة بالخبراء إن هو يستطيع أن يعد خطة فعلا نستطيع بها إن إحنا ننهض بتعليمنا وكما نحلم بأن نستعيد المدرسة المصرية كما كانت هي فعلا مدرسة بتربي النشأ وبتعد الرجال إن شاء الله. وده اللي يعني بيتضمنه البيان اللي قرأته الآن على السادة المشاهدين إنه في طور الإعداد لقرارات مهمة ويمكن أكتر من جهة مع الوزارة بتتعاون يعني. خليني أخد رأي حضرتك في الحالة اللي بتحدث الآن أستاذ ناجي. أولا حالة عدم الحديث بكلام مرسل لكن الحديث بوقت محدد، هنا عامل احترام الوقت، الحديث بمستهدفات حقيقية طبقا طبعا الاحتياجات الموجودة للشارع المصري. قراءتك الأولية للحالة اللي بتحصل الآن أستاذ ناجي بالنسبة لأنك ترد على اللجنة الخاصة رد على الحكومة والوزراء المعنيين؟ نعم. أولا عايز أقول لسيادتك حاجة، ده عرف برلماني وليس مستحدث. يعني أنا عضو برلمان 4 دورات. نعم. في برلمان مصر قبل الثورة وبعد الثورة، ثورة يوليو ومؤخرا، هو دائما في برنامج في بيان الحكومة يتم إعداد لجنة برئاسة أحد الوكيلين للرد على الحكومة. هذه اللجنة بتتكون من رؤساء لجان نوعية وممثلي الأحزاب السياسية وممثلي المعارضة والمستقلين. هذه اللجنة بتقعد عشان تعد الرد بتاعها، لازم يكون الرد مكتوب. هذا الرد المكتوب رئيس الوزراء بيقدم خطة عامة، فإن في اللجنة بتستدعي الوزراء المعنيين بكل كل منهم يتحدث في إطار ما جاء عن وزارته في برنامج رئيس الحكومة وبالبشرح والتفصيل، وبيجيب هو على أسئلة أعضاء اللجنة سواء كان أعضاء من حزب الأغلبية أو من أحزاب الأقلية أو من المستقلين، بيجيب على أسئلتهم بشأن برنامجه التفصيلي. لذلك هذا الاجتماع وليس جديدا، هو اجتماع تبقى تعرفه البرلمانية، ولكنه اللي أنا شفت إنه جديد بقى إنه اتخذ بكل جدية بكل بمستوي يعني بكل جديد. طب آلية التواصل بين الحكومة ومجلس النواب أو شكل هذه العلاقة المفروض أنه هو جديد أستاذ ناجي، كيف قرأته؟ استعداد الوزراء لكي يمثلوا أمام اللجنة هو جديد الآن. لأنه معادين بكل جدية، عاملين زي التلميذ اللي بيذاكر وجاي امتحان، معادين أنفسهم إعداد جاي جدا، مرتبين أوراقهم. أكيد أم عمرو قبل كده بروفة على ما يتحدثوا به امام اللجنه، ولذلك معظمهم وخاصه الوزراء القدامى تحدث كلام لا يمكن يختلف عليه اثنين، تحدث برؤيه تفصيليه زمنيه اعتقد هي لو تم تطبيقها طبقا لما قاله هو كثير من مشاكلنا اللي كنا بنعاني فيها هتختفي وتتم حلها. لذلك زي ايه استاذ ناجي؟ يعني لما اتكلم عن وزير الصحه النهارده وراجل اللي هو في نفس الوقت نائب رئيس وزارة التنمية البشرية وتحدث عن رؤيته التفصيلية في مجال بناء الإنسان، هو طبعا محور النهاردة كان بناء الإنسان اللي كان فيه الصحة، كان فيه التعليم العالي وكان فيه التعليم قبل الجامعي، وأيضا كان فيه الشباب وكان فيه العمل، ودي كلها محور بناء الإنسان. وديت التكامل ما بين الوزراء المختلفة في يعني اجتماع لجنه او مواجهه وزاريه معينه، مثلا احنا عندنا رئيس الوزراء عمل خطط تنظيميه ان عامل في مجالات مختلفه مجموعات وزاريه للتنميه البشريه للتنميه الصناعيه للطاقه للكهرباء، وكل ده فيهم بيضمهم وحده واحده. لذلك لهم اجتماعات اسبوعيه، وهذه الاجتماعات الاسبوعيه هيطلع منها قرارات تنفيذيه أو مشروعات القوانين تروح للبرلمان بحيث يتم مواجهة كل ما يواجه تلك المجموعة الوزارية من مشاكل في الوزارات المختلفة المضمومة لهذه المجموعة الوزارية. النهارده كان مجموعة محور بناء الإنسان، وده محور رئيسي الرئيس وضعه في صدر تكليفه للحكومة بالوضع في المرتبة الثانية بعد محددات الأمن القومي. ده تكليف الرئيس الدكتور مصطفى مدبولي، شمل عدة محاور. في البداية كان محددات الأمن القومي واجب الحكومة تعمله، ثم محور بناء الإنسان. النهارده كان حديث بناء الإنسان حديث متكامل، تكامل فيه حديث الصحة مع حديث وزير التربية والتعليم مع حديث التضامن. وزير التعليم العالي مع حديث وزير الشباب مع حديث وزير العمل، كلها تكملت. النهارده كان البرنامج اللي طرحه نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة في مجال الصحة قسم ممتاز
لدرجه انه جاوب على اسئله كثيره كانت مشهوره عندي، كان بيتشغل الراي العام، بيشغلني انا شخصيا لاحد من قدام العميد بالعمل السياسي، مثل مساله المستشفيات الخاصه وامكانيه ان يديرها قطاع خاص. النهارده هو تكلم عن منظومه التامين الصحي الشامل، وده اللي بتخليني ان انا لما اعاني من 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 ان من المستشفيات الخاصه ان القطاع الخاص يدير المستشفيات العامه، لان يعني في النهايه في منظومه تامين صحي شامل تشمل كل المصريين بما فيهم العملاء الاجراء وعمال الزراعه. هو العنوان الرئيس يا استاذ ناجي فيما يخص بصراحه ان حضرتك فتحت بند الصحه، هو العمل على المكتسبات اللي قدمها اصلا السيد الوزير في ملف الصحة وزيت، يعني إذا وصلنا مثلا القضاء على، ودي من النجاحات اللي مصر وصلت لها في ملف الصحة، القضاء على فيروس سي، وتم استلام شهادة من منظمة الصحة العالمية بأنه مصر خالية من فيروس سي، البناء على هذا النجاح بشكل أكبر ومساحة أوسع، طبعا على رأسهم أيضا زي ما حضرتك تفضلت التأمين الصحي الشامل وتوسعه، أمور الحقيقة كثيرة جدا. بنتمنى أنه السيد الوزير ومعاونيه يكونوا موفقين إن شاء الله في أنه يبنوا على المكتسبات اللي حصلت في ملف الصحة ومنها للأعلى بمشيئة الله. ده بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا أستاذ ناجي، دائما ضيفا عزيزا معنا الأستاذ ناجي الشابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، شكرا جزيلا يا فندم.